احب ارحب بضيوفي الجزء الثاني من الحلقه. كان معانا من شويه مدام مي ومدام سوسن، عملوا كل واحد فيهم شاورما لحمه في مكرونه بشاميل في حاجات في الفرن. ان شاء الله على ما يستووا هنكون معانا اثنين من ضيوفنا تاني. هنخلص هندخل نسوي هنطلع فاصل نرجع بقى بالاربعه وكمان بالاربع اكلات ان شاء الله. احب ارحب بالاستاذه ساميه والاستاذه يارا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا. يا اهلا بيكم، اخباركم ايه؟ منورنا. كله تمام الحمد لله. خطوه عزيزه، ايه بقى الحكايه؟ احنا جيل تاني ها، غير الحلقه الاولانيه طبعا. اخواتنا الكبار موجودين طبعا مشرفينا ومنورينا، وحضراتكم طبعا اكيد اخواتنا الصغيرين عشان كبركم طبعا. ايه الحكايه؟ عرفيني حضرتك. سامي هاني. اهلا بيك يا استاذ، اتفضلي. انا عامله مشروع من البيت وعندي قناه على اليوتيوب وصفحه على الفيسبوك بسوق فيها اكلي. حلو. والقناه بنزل عليها الوصفات. اسم القناه ايه؟ اكله سمسمه. اكله سمسمه، تمام. لسه عاملاها من وقت قريب. بقى قد ايه يعني مثلا؟ حوالي شهر ونص. شهر بس كده؟ طلعوا لنا يا جماعه عشان ايوه كده، هي دي. تعال نبص عليها، هي دي صفحتك. شهر ونص ده احنا لسه. وليه ما طلعناش الصفحه التانيين بتاعت الحوانم؟ الفصل اللي جاي. ماشي حاضر. هي دي اكله سمسمه. ايوه. حضرتك حاطه عليها بقى ايه وصفات حضرتك بتعمليها؟ ايوه بالظبط. مظبوط. وشايف هنا كمان في اكل عليه رقم تليفون، وهنا في مقادير وصور اكلات. وشايف النسب المشاهده مش وحشه، 1300 يعني. تمام لسه بالبدايه. تمام في البدايه. برافو. ماشي تمام. وايه كمان؟ اتفضلي كملي. وعامله بقى بيج على الفيسبوك برضو باسم اكله سمسمه، بسوق عليها برضو اكلي وبنزل منيو، وجروب على الواتساب برضو المنيو كده يومي. ايوه. بس بدأ المشروع بتاعي من حوالي سنه. اول ما بدات كنت بعمل اكل في البيت واعرضه يعني على ان هو اوردر وكده يعني. حد الناس بقى ما عرفتني. ايوه يعني انت الاول كنت بتطبخي الطبخه. لحظه بس، عشان دي حاجات مهمه جدا نتكلم عنها. عشان اقدر اسوق لنفسي يعني. يعني الاول حضرتك كنت بتروحي تجيبي الاكل؟ ايوه. تشتري على حسابك؟ لا اعمله. بلغي كل حاجه في البيت. اسمعيني بس الاكل. حضرتك بتروحي تشتري الاكل على حسابك؟ اه. وبترجعي البيت تظبطي وتقطعي وتقشري وتصوري بالظبط كده، وتطبخي. ايوه. وتعملي الاكل وتصوريه وتفاكيميه. ايوه. على اساس هو رايح اوردر بالظبط. هو مش رايح اوردر. لا، هو هناكله في البيت النهارده. ده اللي انا عايز اوصل له يا فندم. وبعد كده اتعرفت عن الطريق ده، والحمد لله لقيت قبول عالي قوي من العملاء. ما شاء الله. لاني بشتغل بكل حاجه. دايرتك فين يا فندم؟ اكتوبر. اكتوبر هنا، تمام. بس بوصل لكل مكان عادي. برافو عليكي، حلو. لحد بقى ايه يعني، انا عشان العملاء بتوعي حبوا اكلي بسبب ان انا اكلي كله بيور، كله طبيعي يعني. كله فريشات وحاجات الزبده في البيت، كل حاجه فلاحي وكل حاجه طبيعيه. برافو عليك. ما بدخلش ولا مكسبات طعم ولا اي يعني، كل حاجه بلدي. برافو عليكي. طيب انا شايف كمان ما شاء الله انت عندك بنتين. لا ولدين. ولدين ما شاء الله، ربنا يحميهم لك يا رب. اياد وادم. اياد 10 سنين وادم 6 سنين. ما شاء الله. حد فيهم طلع في المطبخ ولا؟ الاثنين والله. بيخش المطبخ. الله اكبر، ربنا يحميهم لك يا رب. ساعات بيصوروا معايا كده، بس ما بيطلعوش بوشهم برضو، بيطلعوا بايديهم. ربنا يحميهم لك وتشوفيهم دايما كده يا رب بظهرك طول العمر. يا رب. ربنا يحفظهم لك. طيب حضرتك هتعملي اكل النهارده؟ هعمل شاورما، بس دي بقى اكله المستعجلين. في يا جماعه؟ ما انا هقول انا لما اكون في برنامج زي برنامجنا النهارده اتنين شاورما كتير قوي صح؟ هو كتير بس إيه احنا أنا لو, لو 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 برنامج سوري مش هنعمل كده. ما انا عندي فكره صغننه قوي كده. اتفضلي. الشاورما لازم نتبلها ولازم نحطها كده في تتبيله ساعتين ثلاثه يعني، كل ما تقعد اكتر. عادي واحنا عارفين ده كلنا يعني. انا بقى النهارده هعملها من غير تتبيله يعني، غير ما تقعد في التتبيله وتدينا طعم التتبيله اللي قاعده كتير. هندوق وهنقول. يا ريت. طيب اروح ليارا هاني. طيب حضرتك ممكن تشتغلي؟ اتفضلي. وانا اكلم مع يارا وهي بتشتغل. اوكي. يارا ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ منورانا. ده نورة. انا شايف يارا فطير جلاش. اتفضلي اتكلمي. والله النهارده هعمل معاكم فطيره الجلاش. هي سريعه وحلوه وهتدي نفس التيست بتاع الفطير الشرقي. عارف انت البيتزا الشرقي اللي احنا بنعملها دي؟ عليها الطماطم والفلفل. عارف عارف. هي دي هعملها ان هي تبقى سريعه في البيت، لان انت عارف الفطير بياخد وقت لما بيتعمل. يعني كاني هتعملي فطيره بتاعه الراجل البلدي الحلوه اللي بناكلها بتاعه زمان الحلوه المقرمشه. أيوة دي بالظبط كده. محشيه زيتون وجبنه وطماطم وبسطرمه وسجق وبسطرمه وحاجات. بس هتعملها في البيت بشكل جلاش. حلوه الفكره. طب كلمي على مشروعك، اخباره ايه؟ هو ما انا ما عنديش مشروع، هو انا كنت بدرس بره والطبخ لاني بحبه. بتدرسي بره مصر في الطبخ؟ برافو عليكي. لاني كنت يعني من وانا صغيره بحب الطبخ. حلو. انا شايف انت خدت اكاديميات ما شاء الله، برافو عليكي. واشتغلت بره يعني ومارست حياتي كلها في المطبخ بره. في المطبخ بره. الله ماشي، برافو عليكي. حلو. مش عامله حاجه ان انا اخد منها ربح. البيج بتاعتي ان انا بعمل فيها وصفات سهله وسريعه. مثلا الهدف منها ادي صفحتك. تعالي نشوفها معلش عشان بس كل واحد ياخد حقه. وبرده ما تنسوش يا جماعه الفصل اللي جاي ان شاء الله عن الصفحات بتاعت الامهات. دي صفحتي. وريني. زي ما انت شايف. شيف يارا. تمام.
يارا مصطفى مظبوط؟ بالظبط. تمام، ودي صفحتك ودي اكلاتك. اه، وسندوتشات وباستا وسندوتشات بقى، سلطه، كل اللي انت عايزه تلاقيه. ما شاء الله. وهنا كمان انا شفتك وانت لابسه يونيفورم شيف. اه، ده في شغلي. اذا انت اشتغلت شيف في مكان، فبرافو عليك. اه، انا شغاله بره مصر لسه لحد دلوقتي. اه، برافو عليك.